السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My sister, how are you? We started today. آية number 20 from سورة المزمل. Look at me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أن إنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Okay, my sister. All the surah, inshallah, your humor. Next time, inshallah. And new surah. Assalamu alaikum.